من المشاكل التي تعاني منها هذه المنطقة. في موضوع آخر قال الرائد فهمي بهجت بعد الحكم ببراءته في قضية أداب، إنه لم يشك لحظة ولم تهتز ثقته في الله ولا في القضاء المصري بأنه سيحصل على حكم بالبراءة. وطلب الرائد فهمي بهجت من الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة حقه ومعاقبة من ظلمه في تلك القضية، مؤكدا أنه سيرفع قضية تعويض على من ظلمه. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي للزميل أحمد فرج. كرام، برحب بكم من هنا من منزل الرائد فهمي بهجت الذي قد أنسب إليه في سابق اتهامات بتسهيل ممارسة الدعارة، وقد أبرأته محكمة جناح الجيزة مؤخرا. برحب بكم معنا الرائد فهمي بهجت. برحب بك يا فندم. أهلا وسهلا بك. ويعني مبروك البراءة في البداية. الله يبارك فيك. عاوزين نعرف تفاصيل القضية. أولا أنا بحمد ربنا أن ربنا أظهر براءتي في أسرع وقت ممكن، وبتوجه لي بالدعاء لسيادة المستشار الشهيد هشام بركات اللي ضحى بحياته من أجل هذا البلد، ولن أنسى أبدا وقفته هو والنيابة العامة في تحقيقاتهم في هذه القضية اللي أظهرت في النهاية براءتي. كان ليه علاقة بالقضية فندم؟ طبعا كان بيتابعها أول بأول، وكنت بعرف ده من السيد رئيس النيابة القسم أن السيد المستشار هشام بركات بنفسه بيولي اهتمام كبير بتحقيقات القضية، وكلف النيابة العامة أنها تجري تحرياتها الشخصية، وده من الحاجات اللي أسعدتني جدا أن النيابة العامة أجرت تحرياتها الشخصية ونزلت وانتقلت إلى مكان الحادثة وسألت الناس كلها وفحصت وتأكدت من عدم صحة تحريات مباحث الأداب. القصة باختصار أني أنا في يوم 8/6 الماضي كنت عارض شقتي للبيع، وفي بعض المشترين كان سمسار جايبهم يتفرجوا على الشقة، وفوجئت بدخول مباحث الأداب بطريقة مهينة ليا في شقتي. شقتك الفين فندم؟ اللي في شارع البحر الأعظم في الجيزة. جيت توجيه الوزارة قنن الإجراءات وظبطه، هات إذن من النيابة العامة وظبطه، وفعلا جاب إذني ودخل شقتي. تم الدخول إلى الشقة عند حضرتك، ولكن اللي تم تقديمه في النهاية، احنا مؤخرا تم حكم البراءة من محكمة جناح الجيزة، أصدرت حكمها بالبراءة. اللي اعتمدت عليها فندم في البراءة سريعا؟ أنا هقول لحضرتك أنا بوجه الشكر للبطل المستشار محمود البطل اللي رئيس الدائرة اللي حكم عليه، هو فعلا بطل القضاء، لأن الراجل قال كلمتين في الجلسة وإحنا بنحاول نثبت الدفاع والدفوع بتاعتنا. قال إن المحكمة قرأت الأوراق وتولدت لديها عقيدة وقناعة كاملة ببراءة جميع المتهمين، ببراءة جميع المتهمين. فهو رأى في هذه الأوراق عدم وجود دليل واحد ضدي، كل ده النيابة العامة حققت فيه وما لقيتش لا تسجيلات ولا لقيت أحراز ولا لقيت دليل اتهام واحد ضدي، مفيش دليل واحد قدمه. ولذلك المحكمة في أول 5 دقائق من الجلسة قبل ما نثبت دفاعنا وقبل ما نقول أي دفوع حكمت بالبراءة. شكرا يا فندم، ويعني مبروك البراءة في النهاية.